استقبل رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ظهر اليوم بالقصر الرئاسي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يزور بلادنا حاليا على رأس الوفد الرسمي للجامعة في قمة نواكشوط العربية 27 المقررة في الخامس والعشرين من يوليو الجاري. وحضر المقابلة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سلكو الأحمد زيد به ومدير ديوان رئيس الجمهورية الدكتور أحمد والباهية ومندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة العربية سعادة السيد ودادي والسيد هيبة ومن جانب الجامعة العربية السيد أحمد بن حلي نائب الأمين العام وعدد من مساعديها. وأدلى الأمين العام للجامعة العربية بعيد اللقاء بتصريح شكر فيه بلادنا على التنظيم المحكم والتجهيزات الرائعة التي تمت تعبئتها لإنجاح القمة العربية في نواكشوط. شرفت بمقابلة سيادة الرئيس وشكرته على حسن الضيافة وعلى التجهيزات الرائعة اللي تم تنفيذها إعدادا لهذه القمة، وقدمنا له تقرير عن وثائق القمة والإعداد المواد وعن الاجتماعات، وهناك إعلان سوف يصدر عن هذه القمة تحت مسمى إعلان نواكشوط، هو إعلان سياسي اقتصادي تم التوافق عليه بين الأمانة والجانب الموريتاني. والرئيس رحب بهذا التقرير المقدم وآمل أن الاجتماعات القليلة القادمة في خلال الأيام التالية تعبر عن الإعداد الجيد لنجاح هذه القمة وصولا إلى يوم انعقادها يوم 25 في الشهر الجاري.